السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد كرمك لله، الله وعزك الله وبارك الله فيك، وإياكم. ربنا يكرمك. انا كان ليا سؤال بخصوص اللي هو حد مثلا معايا مبلغ وكده. أحد ليس حد، حد السرقة، حد الزنا، لا تمام، أحد. احد معه مبلغ، هنفترض ان هو مثلا 100,000 او مليون جنيه، هل هو ليه الحق؟ هو في سن متأخرة أو كده، هل ليه الحق بصحته كويس بس فوق في سن متأخرة، هل ليه الحق إن هو يدي لحد من أهله أو حد من أسرته؟ لو هو عنده بنات مثلا يديهم جزء، على سبيل، مش بتكلم عليا، بتكلم على حد تاني يعني، على سبيل إن هو يخصصهم مبلغ علشان إخواته ما يجيلهمش نفس الميراث اللي كان منتظر، يعني يديهم نسبة معينة لزوجته أو أولاده في مرض الموت يعني ولا ايه؟ علشان ال يعني في مرض الموت ولا ايه بالضبط؟ معلش مش سامع حضرتك. في مرض الموت؟ لا هو مش في مرض، هو لسه في حياته، ما عندوش مرض ولا حاجة، بس هو بيقول أنا لو خصصت دلوقتي مثلا 100,000 200,000 منهم لبناتي أو كده. يسلمهم للآن ولا أو وصية بعد الوفاة؟ طيب في الحالتين إيه حضرتك؟ لو لا هو سابهم لا دلوقتي تختلف عن لا وصية لوارث، لا تجوز، لا وصية لوارث. أي لا وصية لوارث. يعني لو لكن عايز يسلم يسلم دلوقتي. يسلم الآن، ولا تكن نيته الإضرار بالورثة. يعني لك بنت مثلا، وأنت معاك 1,000,000 جنيه، أعطيتها 100,000، خذ يا بنتي يا حبيبتي اشتري لك ذهب، استرزي. لا تقصد الإضرار، لا بأس، لا يعني تقصد، بقصد ان انا اديها هديه تعيش كويسه او لا مستقره وكده، بأس، مفيش مشكله. لا بأس في حياتك وأنت حي، لكن بعد الوفاة لا وصية الوارث تبارك الرحمن. مفيش وصيه ان انا ادي او اقول يبقى هي ليها كذا بعد كذا، لا الميراث يوزع زي ما هو موجود في الشرع بدون ما انا احط اي وصيه ليا. نعم. تمام كده. طيب انما طب ونيتي، نيه الشخص ده يفصل ما بين انها هديه ليها او لا انها يعني، يضر ما الورثه. لا يكن مراده الإضرار بالورثة. لا يكون مراده، بس هو مراده ان هو يدي لبناته اكتر من يا أخي الثمن طولت اللي هو في باع بيه. الكلام، طولت في الكلام وأخذت حق غيرك من الوقت. السلام عليكم. مش أجبناه عبد الرحمن بما يكفي ولا؟ أيه.